ما بين الاهداف ديالي اللي بغيت نحقق ان شاء الله باذن الله الى ربي يسر الامور في 2021، هو ان شاء الله بغيت ندير واحد الريجيم يكون سك. بغيت ان شاء الله نوصل للهدف ديالي ونكون انا عندي فورمه مقاده ويكونوا العضلات وهدي، وبيان سور نحاول ما امكن انني هذا الريجيم هذا نحاول نقنه بالرياضه. عشان الرياضه شي حاجه اللي مهمه في الحياه، وشحال من عام كنت كنقول ان شاء الله هذا العام هذا غنديرها، ولكن هذا العام كتبت ان شاء الله. انا اليوم في الصباح ما كيت والو، هذه 10 الصباح ما كيت حتى شي حاجه. الحمد لله كنعطي فريمون، درت واحد المجهود كبير وان شاء الله غنكمل في الطريق هذه حتى ان شاء الله نهبط من الوزن ديالي. ما بين الاشياء اللي كانوا كياثروا لي على الصحه ديالي وكانوا كيخرجوا عليا، هو انني ملي كتكون جالسه كنكون جالسه كنتفرج شي فيلم وشي مسلسل وهذه كنبقى ناكل السقاطه، يعني كنبقى ناكل بسكويات، كنبقى ناكل الشيبس، كنبقى ناكل فهمتي داكشي خايب اللي كيضرب الصحه. ولكن دابا انا قررت ان شاء الله غنعوضها بهذا. الحمد لله بريباريت شحال من خنجه بريباريتها بحال هكا، وكل مره كناخذ حبه في الصباح حبه في الغدا حبه في الليل. ولا بغيتي تبرعي على راسك ممكن تزيدي مطيجه حتى هي صحيه، والماكله الصحيه راه شي حاجه مزيانه. ما فهمتش علاش الناس كامل كيخافوا منها، ماشي شي حاجه خايبه، غير واحد خصو يزعم زعم. بعد ما كليت الغذاء ديالي اللي هو هذا ومطيشة، دابا غنبدا الحركات الرياضيه حيتاش شي حاجه اللي مهمه بزاف. حنا باقيين في النهار الاول صافي. دابا كنحس براسي مزيان، دابا كنحس براسي وليت مزيانه بزاف. اليوم النهار الثاني مع الريجيم والسبور اللي درت، اليوم النهار الثاني وما تخيلوش معايا انني مفعول بدا كيبان. كاع السراولي ولاو كيطلعوا، ولا كيطلعوا ليا، مازال ما كيتسدوش ولكن كيطلعوا، طبعا كانوا كيطلعوا. والحمد لله حسيت براسي انا وليت خفيفه، وليت في واحد الرشاقه نقدر نجري من هنا لكازا. والله عشان كنحس براسي في واحد الرشاقه خياليه. والله الريجيم شي حاجه مزيانه، شي حاجه زوينه بزاف بزاف. ندمت علاش كاع ما بديتهاش هادي شحال هادي، وبدات كتبان فيا عرفتي فرحانه حيت ضعفيت، نقدر نكون طيحت 10 كيلو غير من البارح اليوم بدا الريجيم هذا. الحمد لله فرحانه فرحانه بزاف. الو الو اختي، كي دايره مع الريجيم؟ مزيان. لا انا باقا دايره الريجيم، عرفتي غير بقيتيني شدتني واحد السخفه. لا غناكل واحد الشكلاطه حسيت بالطونسيون هبط ليا. لا كنشرب غير الماء. لا لا والله عرفتي انا ان شاء الله ناويه نكمل في هذا الريجيم. لا غنكمل في الريجيم. لا 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 ان شاء الله غنكمل. ويلي كشرب الماء، شبيك ما تيقتي؟ ديري ابي فيديو، ديري ابي فيديو باش تيقيني هكاك ماك. لكن ناكل اوي السكر قطع عندي فقر الدم. الطبيب قال لي هو ممنوع عليك الريجيم. باغي نديرو كيمنعو عليا الطبيب. ما نقدرش ندير ريجيم، ما نقدرش، عندي مشكل في الحديد. قال لي الطبيب مستحيل ممنوع عليك تحبسي الماكله، قال لي بقى غير تحنجري بقى غير تاكلي، قال لي واخا تغلاضي انت اصلا كيجي معاك. يا اختي نعاود تنايا كنت غنموت، كنت غنموت. انت باقا مكمله في الريجيم؟ باظت اختي والله باظت. والواحد شحال قدو يعيش صاحبتي، الواحد ما يعيق في السقاطه فهمتي، كل مره ما يكثرش منها. فهمتي بقا يدير حركات رياضيه في الدار، ماشي ضروري يخرج يجري، غير حركات رياضيه خفيفه ان شاء الله يكون خير. انا بعدا هذا هو السيستم اللي غنتبع، ما نبقاش ناكل السقاطه بزاف، غير نقلل منها وندير حركات رياضيه فهمتي، هاكا نحرك يديا وهاد المسائل وان شاء الله يكون خير. لا اختي انا ما نديرش هادشي ديالك، ما نقدرش عليه. لا ما نقدرش عليه.